مشينا عطريقة سوا ايد بايد رفاق الدرب صرنا والعيلة عم بتزيد روحك بيعزينا بيملانا سلام حبك بيجمعنا منك ربي أريد المزيد منك ربي فيضا في قلبي فيضا في بيتي في كل الحياة أريد المزيد منك ربي أريد المزيد منك ربي فيضا في قلبي فيضا في بيتي في كل الحياة
مساء الخير بحلقة جديدة من برنامجنا كبرنا سوا، وأكيد ناطرينكم اليوم بموضوع جديد. في أسئلة حطت على الفيسبوك، ناطرين أنه تشاركونا بأجوبتكم. بس لكان وصل الباند رح شارك بالأجوبة اللي جاوبتوا عنا من سؤال الأسبوع الماضي. رح أقول السؤال بالأول. كان السؤال بيقول: هل أحسن محيطك بإيمانك بالله أم كان اختبارا شخصيا معه؟ صديقتنا مايكا قالت أنه اختبارها بالرب كان شخصي، لأنه للأسف المحيط يلي عايشين فيه هو بالاسم وما في تشجيع وما في إيمان. صديقنا أو صديقتنا مايسو، صديقتنا بتقول: من ناحيتي كان من ناحيتين، من المحيط ومن عدة اختبارات شخصية مع الرب. صديقتنا فيفيان بتقول: الاثنين، كان للناس دور بقراري. صديقتنا جوليت بتقول: اختبار شخصي. صديقنا سامر بيقول: أنا من صغري وبروح مدرسة الأحد، وكنت منتظم بحضور الكنيسة حتى انتهيت من دراستي الجامعية، وسافرت خارج مصر للعمل وصدمت المجتمع الخارجي الذي لا توجد فيه الأمانة والصدق، مما يجعلني أعاني كثيرا أثناء عملي لأني لا أستطيع التفاهم معهم لاختلاف المبادئ. في صديق اسمه أو اسمه سوا، ما بعرف إذا الصورة هي لينكت لعنا أو لا، بركي هيك أحسن نحن وعم نقرأ هي أشخاص بيقدروا يشوفوا معنا. صديقتنا أو صديقنا ما بعرف سوا بيقول: أكيد أمي كان لها الدور الأول منذ الصغر. صديقتنا ربا بتقول: اختبار شخصي مع الرب منذ الصغر. صديقتنا ماريا بتقول: اختبرته والعائلة لا تجعلك تتعرف أكثر على الله، إنما الواحد يجب أن يصغي إلى قلبه ويبحث عنه. صديقتنا نوسة بتقول: المحيط دفعني لكنه لم يكفي لي شخصيا، أردت علاقة شخصية مع الرب وأكثر. صديقنا مدرك اللي كان معنا الحلقة الماضية ورد على السؤال بوجوده هون، بيقول: محيطي كان سلبي، بس إلهي القدير يسوع المسيح حول اللعنة إلى بركة، ولو خيروني لكررت الاختبار للمرة الثانية. وصديقتنا إيريني بتقول: اختبار شخصي، اختيار شخصي. حلو، هيدي كانت أجوبة. كيف كان أنتو كلكم؟ لا كيف كان اختبارك للبودكاست؟ اختبارك لين على الهدول هون؟ كيف كان اختبارك؟ بس هاي جويس انا دغري بلشت بلشت نسيت شو البارد، ما دفعت حتى شو السؤال. كان اختبارك مع الرب هو من تأثير على محيطك، يعني عرفت الرب بلش هيك اكيد، بس بعدين انتقل لشي شخصي. انت نور كلكم بظن نفس الشيء، بلش من العيلة، يعني بلش بالعيلة. ماما كانت مدرسة الأحد، فمجبار يعني لما أنت في عيلة عم تروح على الكنيسة بدك تسمع، وبعدين انتقل لشيء شخصي. انتقل ليه؟ انتقل لأنه كان اختبار منه مزبوط ثابت وصار بعدين حقيقي، لأنه أنت نبشت عليه مزبوط، عرفت ليه كنت عم بسأل؟ إيه، لأني كنت عم روح أداء واجب يعني أكثر، مثلا لحتى أمي ما تزعل مني أو لحتى عرفت. وبعدين صارت أنه مجتمع، خلص الكنيسة كل رفقاتك من هنيك، الناس هن اللي بتعرفهم هنيك، صار مجتمعك يعني. بدي انعزل فجأة، بطل روح على الكنيسة، مش رح تصير هيك، وبدي روح. بس لما اختبرته شخصيا كان منه، كان غير اختبار، كان هو اللي حكى عني. لهيك تمر نفس الشيء تقريبا، لكن كلنا نفس الشيء. هلا انا اكثر شخصي اكيد، لانه انا لو عرفته انا وصغير وعائلتي كانت تروح على الكنيسة، بس انه قلت له باي باي انا وصغير، لان رايح شوف غير اشياء، اتمتع باللي بيقولوا انه بنتمتع فيها بالحياة. بس كان اختبار رائع. اليوم شو عنا بحلقتنا؟ عنا أكيد رح نتشارك بأجوبة الأسئلة كمان اللي انحطت، في عنا ثلاث أسئلة رح نتناقش فيهم. بكيف بتفكر؟ بكيف بتفكر؟ وأكيد كمان؟ كيف بتفكر هالفقرة رح تكون شوي مميزة، لأنه الباند رح يكون معنا. أكيد نحن كتير فرحانين بهذا الموضوع، واكيد 100% واكيد كمان بحب رحب بحدا كثير خاص اكيد هيك، يلي هو كمال. بنقول لك هاي كمال، يعني بلش بتخيل، بلش انه عم يطغى علينا يلا نغني سوا بكره بتشي مريان كلنا عم بيقولوا لنا سوري، بس انه ختيرته صار دور يلا نغني سوا يكونوا هن. مش غلط 100% لكن رح أروح على كليب أنا كتير بحبه. كانت خطبة بكوريا رائعة، ما حدا بيستنظر، حدا بيقول إنه رب يوسع تخومنا لكوريا، يطلبونا الكورية كفريق. مارك ما كان معنا بوقتها، لا يمكن ما كان، ولا أنا كمان ولا رامي، كان اختبار خسرته عن جد 100%.
كان كثير حلو، مع انه انا كان علي حرب قويه وكان جويس حدي بالصلاه، بس كان كاختبار رائع. رح نشوف سبح الرب، صورناه بالايفون وعملناه كليب. سبح الرب. قبل ما ننتقل على فقرة كيف بتفكر ونتعرف على أكثر على ضيوفنا أو على الباند، في شكر بدي أشكر السيدة زينب خير الله، اتصلت على مكاتب سات 7 بلبنان، بنوجه لك تحية أكيد، وبتقول إنه نحن من أهم البرامج بالنسبة لها، فبنقول لك شكرا سيدة زينة، نحن أكيد بنحبك وبنشجعك وخليك عم تحكينا. قلت لك يا من بعد كوريا واللي وصلنا على لبنان، مارك
خوفني انت. لا بس حسيتك. لكن قبل ما نروح خلينا نروح على فقره كيف بتفكر ونتعرف عليكم. رجعنا لكنسنس مارك، بلشت فيك اسمك، شي عنك وهيك كل واحد ليتعرف عليك المشاهدين. عم نسمع صوت. ايه نعم. اسمي؟ اسمك؟ مارك سوليسي جورج ملكي. اوكي. شو كمان؟ خبرنا شي عنك بسرعة. شي عني بسرعة، بحب الدجاج. بتحب الدجاج؟ اوكي. جوعان. كيفة؟ كريستال. كريستال كيروز. شي عني؟ شي غير اللي بتعرفوا انه بدأ بجنو. ايه. وشي غير انه عندي اخت اسمها شانتال، اخت اسمها نادين. اوكي. عم جرب اعرف شو بدأ. شو بتحبي؟ سنس بلش بالاكل، شو اكلت؟ سالاد روس. سالاد روس. طيب كمان. اسمي كمال خير الله، واللي ما بيعرفني يمكن من يلا نغني سوا. مجوز، عمري 27 سنة وعندي ولدين. حلو. اسمي جوي باستا، ماني مجوز ولا عندي وعمري 17 سنة. 17 سنة. طيب نايس تو ميت يو جايز، دائما بشوفكم هونيك. هلا حلو نتعرف عليكم ونسمع اخباركم اكثر. سو هيك عندنا مثل ما بتعرفوا كيف بتفكر، يوجوالي مرات في اسئله اللي هي كونتروفيرشل، هلا اكثريتها اسئله هيك اختبار. بدي ما بعرف اذا بدي اوجه لكم الحديث لكم او بتحبوا انه انا هيك اسال السؤال واللي بحب يجاوب يجاوب، شكلكم كلكم بدكم اوبشن 2. طيب لكن اول سؤال، بتحبوا التشجيع، بتحبوا الاشخاص، بتحبوا انه تتشجعوا الاشخاص اللي بتلاقوا فيهم او بالعكس، وهل تقبلوا التشجيع من الاخرين؟ وشو في شيء حادثه اللي هي يمكن بتتذكروها حدا شجعكم شايكم من محل لمحل؟ عندكم ثانيه اثنين ثلاثة يلا كمان. كثير مرات بحياتي لما كنت مرق باشياء صعبه بشكر الرب على اخوي اللي كانوا حوالي، واكيد بسبب تشجيعهم انا قدرت ارجع اتشجع. اكيد انا كشخص كثير بحب شجع الناس لما التقى فيهم، مش دائما تكون صريحين، مش دائما بنجح اعمل هيك، بس بحب هيدا الشيء. اذا بشوف حدا بحاجه لتشجيع، بحاجه لكلمه بتساعده اذا كان عم يمر بشي ظرف صعب، كثير بحب كون عم باخذ هذا الدور يعني. اوكي سو هيدي بشخصيتك بتلاقيها بسهوله فيك تشجع الناس. حلو. حدا ثاني سكند بورت، اسم الثاني من السؤال ولا بعدين نرجع له؟ اذا عنده شيء ستوري يمكن. اوكي بعدين نرجع. اوكي جوي يمكن كان جوي. انا كمان كثير بحب شجع الاشخاص، خصوصا لانه اختبرت انه الناس اللي بتشجعني هذا الشيء كثير بيفرق معي، وكثير مثل بينقلنا من المطرح اللي انا فيه. اوكي. وخصوصا لما نشجع الاشخاص بطريقه صح، مش شجعهم هيك على الفاضي انه ليكم انا شجعكم. ايه. لا بس عن جد شيء يكون حقيقي وانا شايفه بهذا الشخص. اوكي. وين محلات انت اذا بتتذكر حادثه اللي انت كنت فيها فشلان وحدا شجعك عملت فرق؟ ما بتذكر ابدا. ولا حادثه؟ هلا في كثير بس هلا مش عم بيخطر على بالي. طيب. مارك، you have anything to share؟ بتشجع لما اكون عم باكل فروج وحدا عم بياكله معي، بحس بشجاعه. ايه مهمه واحد يشجع الثاني، وما دائما بشجع الناس اللي حولي. لا بس شيء كثير مهم. اوكي كريستال. انا كثير بتشجع من حياه الاشخاص اللي حوالي. يعني في وين ما بروح، يعني ان كان بالدرس او بالخدمه او الرب مثل بيكون حاطط ناس حياتهم يمكن بدون ما يحكوا، هي بمجرد ما نشوف حياتهم كيف عم بيعيشوها، كيف ملتزمين وعم بيعيشوا حياة الإيمان وعم بيعيشوا حياة الخدمة، بمجرد هذا الشيء تشوف هذا لحاله بعتقد وقت كتير بشجع. لما تشوف إنه ناس كمان يمكن مرقوا بظروف أصعب من ظروفك ووصلوا، فكمان تشجع إنه لا إنه تشد حالك. حلو. بتعرفوا في نوعين من الاشخاص، في نوع في يمكن الشخص اللي بيكون بيعيش على تشجيع الاشخاص، وفي ناس مش بحاجه يمكن لتسمع كثير هالكلمات الافيرمينج ووردز بسموها، الكلمات المشجعه على يكفوا. انتم بتحسوا انه انا في اعيش بلا تشجيع نوعا ما، او بتحسوا لا انا بحاجه دائما يكون في حدا بحياتي عم بسمعني حكي
اللي هو شجعني. يعني أنا الأشخاص اللي إذا حدا ما قال لي شيء، لا إذا أنا عارفة حالي عاملة منيح ما يعني إذا حدا شجعني قال لي برافو أو لا ما بكون مرتاحة. إذا ما عملت منيح لو ألف واحد قال لي كان حلو ما بقتنع. أنتو حدا هيك عنده أو لا كمان كأنه عنده شيء؟ لا أنا مفكر هيك بشيء إنه أنت كنت عم تحكي عن التشجيع وقت نعمل شيء منيح. إيه. وأنا لا ما بحس إنه هذا شيء أنا عندي إنه وقت أعمل شيء منيح بنطر الناس تجي وتقول لي برافو عملت هيك. يمكن أنا التشجيع الوحيد اللي بحبه وبنطره من إخواتي لما أكون أنا مثلاً مارق بشيء صعب أو بظروف صعبة. هذا النوع من التشجيع اللي حلو يكون موجود بين الأصدقاء بين الإخوة بالعيال. بس أنا كشخص إنه أنطر حدا يجي إذا قفل لي لأنه عملت شيء منيح أو يشجعني لي كتير حلو. إذا صار هيك بس إذا ما صار هيك هذا الشيء ما بيأثر علي. حلو. إحنا كنا نحكي مواضيع عن الإدمان. هل ممكن يتحول التشجيع بنظركم لإدمان؟ يعني هل ممكن الشخص ما بقى يمشي أو ما بقى يعمل من غير تشجيع؟ إذا حدا يعني يمكن كتير ما تعود إنه دائما يتشجع ممكن. ممكن يوصل للمرحلة. أنا بقول إيه ممكن ما بعرف. مايك موافق. حلو. ريكو في شيء عم تضحك إجا ريكو يحكي يحكي شيء ما بقدر يلا. ما بقدر ما أجي أحكي هيك قصص لأنه هيدي أكتر فقرة أنا بتعني لي. أول شيء عرفت من حدا وهي واضحة قالوا إنه كلمة وعظة هي تشجيع بس تقول عم نوعظ وعظ هو تشجيع. يعني قديه الوعظة اللي منقول عم نوعظ أو في ناس تكره كلمة وعظة لأنه قد ما في ناس هي وعم توعظ كسرت بدل ما توعظ وتشجع. يعني كأنه بس فزعك إنك تعمل خطية بالوعظة وإنهي هون الوعظة بيكون أنا كسرتك. وهي هيدي أكيد أنا بقول بيستخدم مرات الناس لو مش قصدين الشيطان بيستخدمهم لأنه الوعظة فكر الوعظ إنه تطلع تأدب الناس 100%. أنا بنطلق من هون من كلمة وعظة هي تشجيع كتير هالشي بيعني لي. هلأ يمكن أنا شفت إنه هون الحديث كل واحد كيف جاوب it's normal بس يعني وقت جوي قال بدنا ننتبه على شيء أنت قلتيه وجوي هو أنا بحسه نقزة متناقض. جوي قال واضحة نحن كلنا قبلين إنه التشجيع يكون مش إذا أنت نشستي مثلا عم بترنمي وأنا أقول واو هيدي صار كذاب مع التشجيع بالنسبة لإلي. بس أنا كتير كتير بحس إنه حتى مرات مش بالكلام ما بعرف مين قال شيء إنه مش مرات من الكلام ضروري نتشجع. كريستال بحياة الإنسان ومرات تعرف التشجيع بيكون أنا بشخصيتي لأنه ببيتي معود كون يعني هون كمان نتطلع بشخصيات الأشخاص كيف ربيوا بالبيت. وأنا وضحت لحدا من الفريق مرة هيك انبسطنا مع بعض هو أرك وبجهله تحية منه معنا اليوم أنا كيف عشت مع أمي وبيي كان في دايما بمحلات صغيرة هاجز it's so normal وقت أجي على أرك وأنا تشجيعي ما ضروري أقول له بس بحس أنا وعم بعبطه هالقدي I mean it لأنه أنا لإلي كل واحد من الفريق بركة بحياتي وهيك أنا بعبر it's normal لإلي. هيدا التشجيع كتير بيعني لي إذا نعمل معي أو إذا نعمل معه عم بعطيه بصدق من قلبي. يمكن أرك بوقتها اللي عم بحكي أرك لأنه حكينا هيك وحلوة ما يقدر كتير يستوعب إنه هالقد بده إنه المحبة ما هالقد بده فيك تقول لي هاي وتكون بتحبني. بس بعدين بس فتحنا كتير فهمنا بعض إنه من وين جاي كيف ربيت وكيف عشت. مش هيك بصير مرات تضارب بالأفكار التشجيع اللي هو أنا وياك مرات تعرفي وقتها بقلك صدقتي اللي أنا عم بقلك إيه وآي مين إت بكون وقتها يكون الإنسان يعني وقتها تكون جويس مرات عم تحكيني يكون أنا مكسر وهي حكيتني كلمة من الرب وهالقد كلمة الرب علتني لأن أنا إنسان عفوقة مش بحاجة دايما للتشجيع مع أني أنا بيقولوا عني سنسيتيف بس لا ابدا انا ام تو اندبندنت عفوقه. يعني كل الناس بيعرفوا انه انا بطبخ وحده بعيش وحده بكوي وحده. الانسان اللي اندبندنت يمكن مارك عيش فتره وحده بيعرف انه انا اي دونت كير انا عشت وانا الوقت اللي مرقت فيه صعب كان صعب وطلعت منه لوحده. بس تنرجع لإلي وإليك وهون هون كثير بضحك لانه انا مرات بدي اسال السؤال هون بدي هيك حبيت هالسؤال انا فوت فيه. كنت قلت لجوس وسألتها مرة هل وقت أقلك أنه كنت رائعة على ستيج مش فكرة دايما رائعة أنه صوتك حلو لمست منك هل بتخديها it's an ad من الرب هل بتخديها من الروح القدس أنه أنا بعرف هيكلنا هيك الروح القدس. وإذا منرجع لكلمة وعظة كلمة الرب الوعظة بتشجعنا ومرات ما ضروري نلقى خطاب تنشجع غيرنا بالكنيسة في يكون هيدا هو الوعظة هي كلمة من الرب إجت أنه أختي بي
بقعدتها على المسرح، بالتقوى تبعها على المسرح، بمسحة تبع صوتها على المسرح، خرقت قلبي. مش بس صوت حلو آخر هم الصوت، بس عملت شيء فيه جوا. نحن منفهم كأولاد الرب بس الرب يعمل فينا شيء جوا. بقى هيدا هو التجيال أنا عم بسأله، ويمكن حابب أسأل هيك الكل، كلنا نجاوب. هل بس تكون بركة من الرب أنت ويجي حيالله حدا منا يغمرك يقول لك thank you كتير أثر فيه الكلمة اللي قلتها وهيك، هل بتخدها أو شوي بتفضل ما تسمعها؟ يعني بتفضل أنه خلص أنه أوكي. هلأ في فرق بين ما ناس بتستحي وتتطلع فينا وبتقول أنه ما عم تعرف تتصرف كيف تجاوب، لأن أنا بفهم أنه أنا مرات بس يقولوا لي شيء بستحي وتعودت قل لهم thank you حتى ما بقل لهم الرب عملني، لأنه خلص ما أنا عارف أنه الرب عملها. هل بتقبلوا للتشجيع وبتخدوه أنه أنتوا عن جد بمملكة الرب أنتوا كنتوا اليوم نهار تشجيع لخيكم أو أخكم؟ ها هي، هل بتآمنوا أنه مرات بتكونوا بهالنهار نقطة تشجيع لخيكم ولأختكم؟ يعني إذا حدا قالكم thank you اليوم شجعتني، هل بتاخدوا أنه هذا كان صوت من الرب عم بيقول لك I'm proud of you، thank you أنك شجعت خيك؟ بقى ما بعرف إذا حدا، هل بتاخد هالشيء؟ يعني بتقبله؟ ايه اكيد بقبله، لانه بعرف انه هذا الشيء من الرب. حتى لو الشخص مش كثير مثلا مسلم حياته للرب او فاتح قلبه للرب، بس هو اجى شجعني وانا عارف حالي انه ماشي صح، يعني هذا التشجيع من الرب. وما بعرف انت ريكو، بس انت شخص عن جد كثير مشجع، وحتى من الهاجز بتعطيهم للناس وكيف تعبطهم وهيك. عن جد بعتقد كلنا بنوافق انه هيك في فرح مثل بينتقل منك للعالم، وانا بشوف هذا الشيء كثير مشجع. ثانك يو. هلا انا هو عم بيقول هيك اتس نورمال، الانسان جواتي، انا جواتي بحس انه ثانك يو، بصير في صراع انه هلا الكل عم يسمعه انا عم شجع، بقول يا رب بتعرف قلبي تعودت اقول ثانك يو وخلص، انه ما رح برر لك الرب عملني، خلص ثانك يو والرب يعرف قلبي، لا عم بتكبر ولا انا اف ما في غيري حدا منيح. تعودت انه شد على حالي، لان كثير صعبه تسمعي من حدا نحن هلا على التي في واحد عم بيقول لي هيك، اتس نورمال يصير في شوي انه اف عم بيقول لي هيك وانا مستحي، بقى خلص بس فاين انه اوكي. بس هو ريكو انت عن جد مشجع. هلا بلشت انه رح اقول خلص رجع محلك، بقى رجع محلي. لا حبيت بس هيدي هي النقطه وانت فيك تجاوبي. انا من ثلاث ايام كنت عم بتذكر قديه جوز بتباركني، وكنت عم صلي ودقيت لها وبدي اعرف، بعتقد اخذتيه بس فسري لهم شو انا قلت. قلت لها انه انت اختي بتلمسيني واليوم انت بصلاتي، وبليز ما تنسي قد ايه انت مرقتي بحياتي ووقتها كنت مكسر واعطيتيني ايات وصليتي لي ببيتك. طب ما بقدر انسى هالشيء، هيدا شيء كثير قوي، مش شيء انه ايموشنال عادي. بقى كنت عم شجع اتذكرت، وكانت تشجيع وصل. بتاكد انه وصل ليك وصل. هلا انا اذا بدي احكي شوي عن حالي، انا كان التشجيع اللي اخذته وانا صغير اذا في يقول اكثر سلبي، وهون بعارض يمكن على نقطه كمال قلت انه انت مش كثير بعارض، بس قصدي الفكره انك انت قلت اذا كان تشجيع ايجابي يمكن ما كثير عشي انت عملته، يمكن ما كثير بتنطره، بس لما تكون بوقت ضعف او كذا بتنطر تشجيع اكثر. انا كنت باوقات اعمل شيء انطر تشجيع، لانه انا من جوا كنت اعمل شيء وماني واثقه من حالي، فكنت أنطر كلمة تشجيع وما كانت تجيني كلمة التشجيع، فأنا ارتبطت كلمة التشجيع بسلبية عندي، وكنت أعتبر أنه الشخص اللي ما بيعرف يعمل شيء هو اللي بحاجة تشجيع، والشخص اللي بيعرف يعمل هو شخص ما أنا بحاجة للتشجيع، فبالتالي بعمل شيء برجع بنزل 10 لورا، يعني بنجز شيء بحياتي وبرجع بصير بتراجع لأنه ما سمعت كلمة حلوة. فبقيت على مدى سنين طويلة لوقت ما رجعت جيت على لبنان واختبرت التشجيع عن جد كيف بيكون. هل أنا بشجع؟ هلا بسمع كتير بيقولوا لي إنه أنا بشجع. تعلمت كمان إني أعبر، لأنه كنت بعتبر إنه هيدا ضعف، إنه أنا الشخص اللي قدامي ضعيف ويمكن أنا أضعف، ما يعني ما بعرف، فيه كانت صورة مشوهة، بس عن جد نشكر الرب إنه شفت. وهلا بركض لشجع العالم لما أشوف شيء مثل ما قال جوي، مش شيء غلط أكيد رايح أشجعهم، بالعكس هون بلاقي صعوبة إنه إذا شفت شيء وبيجي الشخص أحيانا بيتطلع وناطر إنك تشجعي، بلاقي حالك مسكتي عن ما في أحكي لأنه ما في شيء شجعك عليه. بحاول لاقي طريقة لف ودور، يعني ما بلف ودور بس إنه بعطي شيء مثلا تشجيع على الوقفة، على غير بغض النظر عن أي شيء ثاني. إنه حي الله شيء بس ما يأذي، يعني ما يكون تشجيع سلبي، إنه شجع شخص على إنه واو صوتك شو حلو، بالأخير مثلا يطلع هو أصلا صوته منه حلو. هي مش فكرة صوت بس، هي في عطيت مثال ايه، ف هيدي انا. بتسالي ثاني سؤال؟ اذا حدا عنده شيء
او لا؟ حدا بعد بده يحكي شيء عن التشجيع او شيء اختبار؟ لا. اوكي. طيب السؤال الثاني بيقول هل ساعدك الله على تخطي الذنب الناتج عن ماضيك؟ هل ساعدك الله على تخطي الذنب الناتج عن ماضيك؟ وهل ما يزال لديك مشاعر ذنب لم تتخطاها بعد؟ مشاعر ذنب من الماضي، اذا كان الرب ساعدك تتخطاه، اذا في شيء ما تخطيته. سؤال حلو وصعب. صعب الواحد يعرف اذا بعد في مشاعر ما تخطيها او لا. بس اللي بعرفه انا انه ايه الرب كثير ساعدني، مش شوي، كثير كثير ساعدني انه اتخطى الماضي اللي كثير منا اكيد اختبروه، وكثير من كلنا بتخيل ما في حدا ما مرق بظروف غلط فيها وزعل قلب الرب بحياته. مثل ما شفت هيك كيف الرب اتعامل معي وشالني من المكان اللي كنت فيه وعملني الشخص اللي هو انا اليوم، ورفعني وشجعني اكثر تشجيع اخذته منه. فأكيد هذا الشيء ساعدني كثير اتخطى الماضي تبعولي. هلا اذا بدنا نكون حقيقيين، كثير مرات ابليس بيجي وبحربنا بهذا الماضي هو ذاته، بافكار، بذكريات. وهون نحن علينا دور كثير مهم انه نتمسك بالعمل اللي عمله الرب معنا وكيف غيرنا وكبرنا، او نروح مع هيدا الافكار. ويمكن هون اذا رحنا مع هالافكار بكون نحن بعد ما تخطيناها. بس ابليس دائما رح يعمل هيك معي ومع كل واحد، اكيد رح يذكره بالماضي تبعوله. فمش معناته ما تخطى، بس هون كثير مهم الواحد كيف يوقف وكيف يواجه هيدا الشيء. هلا عم تحكي عن مواجهه، ما فينا نواجه يمكن الذكريات او هدول المشاعر الا بكلمه الرب اللي هي الوحيده اللي حتذكرني انا وين وانا كيف تخطيت. شو في شيء ايه او ايتين يمكن بذكروك، او موقف او قصه من الكتاب المقدس بتخليك ترجع تذكر حالك انت وين صرت؟ ايه كثير كثير بتعني لي، يلي هي بامثال 3 بعتقد 5-6، trust in the Lord with all your heart، اتكل على الرب من كل قلبي وفكري. وهو يقوم سبيلك، لانه دائما كل ما اكون بصير صارع انا عم واجه انه بقوتي انا وبفكري انا وبشو بعرف وكيف بعرف بدي واجه الشيء اللي عم واجهه. فدائما هذا الايه بتذكرني انه لازم اتكل على الرب بكل فكري بكل قلبي بكل مشاعري، وهو رح يدلني على الطريق، هو رح يدلني، هو رح يمسك لي ايدي وياخذني ورح يوصلني للمطرح اللي هو بده ياخذني عليه. فهذا الشيء هالايه مشان هيك كثير بتعني لي. اوكي. انه دائما ذكر حالي انه مش بقوتك، نسي انت مين، اتكل على الرب هو بيساعدك. حلو. طب المطرح لما تحس بالذنب كيف ترجع لعند الرب؟ شو بتقول له؟ شو بتتذكر لحتى يعني شو بتذكر بوعود الرب بينك وبين حالك؟ بتتذكر انت لوين وصلت؟ بتذكر بكل بساطه انه انا لما جيت لعندك يا رب من بعد هالامور هيدي واختبرتك مزبوط، انت عملتني خليقه جديده. خليقه جديده يعني كل شيء قديم، كل شيء عتيق، كل شيء كان فيه تغير واختفى وبطل موجود. فاذا انا خليقه جديده يعني لازم اتذكر هذا الوعد من الرب واتمسك فيه من كل قلبي. سنس جوي وكريستال شوي صغار بالعمر، بدي اروح لمارك لانه كل واحد يكون اكبر، كل واحد بيكون فيه اي نو بس بعدك اكبر من بيكون فيه بالحياه اكثر اكسبيرينسز وخبره. سو شو رايك يعني مثل هدول ساعدك الله على تخطي الذنب الناتج عن ماضيك اذا كان فيه، وهل ما يزال لديك مشاعر ذنب لم تتخطاها بعد؟ أكيد علاقتي بالله ساعدتني بمواجهة ماضية ويصير عندي شفاءات كثيرة من جروحات الماضي، هل شو تاني سؤال؟ بعد عندك مشاعر مثل عم بقول كم تجي مشاعر كيف تتخطاها؟ مشاعر ذنب وأفكار. الذنب بالنسبة لي هلا كيف بشوف الذنب لي هو منه أكتر من جرس أو إنذار. أوكي. بينبهني، لأنه هو الذنب كمان متكل على
أنا كيف بقيس الغلط والصح، وما في إنسان بقيس الغلط والصح يعني. ما في إنسان بقيس الغلط والصح بطريقة كاملة. فبعتبر هالذنب هو هالإنذار إنه يمكن عم بعمل غلط، أو يمكن عملت غلط، أو يمكن في شيء عملته غلط. فبجرب قد ما في ما أسترسل بالذنب، بس انتبه له. يعني هالزمور الخطر أو هالضوء يلي ضوى يخليني أفكر وراجع حساباتي وأفحصهم تحت الحق اللي بعرفه مع الكتاب المقدس، مرة خبرتي بالحياة مع بإيماني بس لا، قد ما في بشتغل أنه ما أسمح للذنب يقوى علي أو استرسل فيه أو روح فيه. كيف بتجرب يعني؟ شو فيك تعمل؟ أو أجان أي كتاب مقدس أو قصة أو في شيء حق بتعرفه اللي بيخليك أنه ما تسمح ياكلك ويدمرك؟ بعتقد القصة بفكرة، يعني بكل بساطة الذنب هو فكرة وأنا عم بوعى أنه هي موجودة، بس هل بصدقها أو لا؟ وإذا بصدقها حأسترسل فيها أكثر، حتكبر الفكرة، حتزيد. ويمكن عم كون عم بغذيها من مشاعري، يمكن من خيالي، يمكن من قصص صارت بصير بركبها لحتى يمكن تكون حقيقة، بس مش هيك؟ مش دايما ما مش هيك، مش هيك ما بسترسل هون بالذنب. ليه احسن شيء، اكثر شيء صحي، اكثر شيء مفيد، هو انه اخذ هالشيء اللي فكرت فيه وحطه، افحصه هي، وافحص شو مصدره وشو سببه. امرار بيكون من ورا لانه تعبان مش اكثر. مزبوط، مرات هيك. اوكي. طب حدا من جوي وكريستال بحب يقول شيء او كريستال؟ انا كيف بواجه الذنب هو انه في شغلتين تعلمت اعملهم. اول شيء انه اعلن الحق. في ايه كثير بتقول انه لا تشمتي بي عدوتي ان سقطت اقوم. لما يكون عم يشمت اوقات ابليس فينا بتذكره، بقول له انه انت ما يعني ما تتدخل بينه وبين الرب، هو خليه يقدمنا، هو اللي بده في يعمله فيه، بس انت ما تتدخل، خليك جنب. شغله ثانيه، اوقات ما بنكون واعيين للافكار، فاوقات بنلاقي حالنا كثير تعبانين، مطرح كثير صعب، بنكون مش قادرين نعرف ليش نحن تعبانين، بكون هو افكار ورا افكار عم بكب ابليس علينا. فالشيء اللي كتير مهم نعمله هو انه نفضح هيدا الافكار، اوقات انه احكي مع حدا قادر يفهمني. لو انا عارفه انه هول الافكار غلط، قلن بس لما اقولهم على صوت عالي، هذا الشيء كتير بيساعدني انه افهم شو الحقيقه وشو لا. اوكي، نايس. ما عندك وان شاء الله ولا مره تضطر توقع بشيء وتحس بالذنب. انا بس بدي اقول ايه ساعدتني كتير بما معناه انه يسوع بياخذ خطايانا وبيكبها ببحر النسيان. في هيدي الايه كثير بتشجعني، لانه كنت دائما اقول انه دائما ابليس عنده طريقه دائما يذكرنا بالماضي، دائما يذكرنا بالاخطاء اللي احنا عملناها. بس لما تذكرت او لما حدا قال لي هيدا الحق، انه بس تطلبي من الرب يسامحك، فهو خلص كانه كبه ببحر غميق ما بقى بيرجع بينبش فيها. فهيدا الحق كثير ساعدني. حلو. راحت تمار دغري على ثالث سؤال وحكفيه معكم. شو هي الآية اللي بتأثر فيك؟ بيرفكت. شو هي الآية اللي بتأثر فيك وليش؟ بلش جوي. في آية حفظها أو بتحبها عم بتمعك تسير؟ في آية هي وإن كان الروح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم، فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة أيضا بروحه الساكن فيكم. حلو. أنا هالآية بتحط حد جواتي كتير كبير، إنه نفس الروح لأقام يسوع من الأموات ونفس هالقوة هي ذاتها ساكنة فيها. فهل أنا مزبوط عم بعيش حسب هذا الوعد، حسب هذا الحق؟ لأنه بعتقد إذا كلنا أخذنا هذا الحق وعشنا فيه، فينا نغير لبنان، فينا نغير العالم عن جد. بس هي عملية بتاخد أوقات، أوقات مش كتير. بس عن جد مثل عم بقوله يا رب، إنه أنا بدي أحط كل عيون عليك، بدي أعطيك كل شيء فيه، بنفس الوقت بدي هيدي القوة كرمال مجد اسمك، بدي هيدي القوة كرمال أنت تستخدمنا. فأنا هالآية أكثر شيء بتأثر فيها. كمان أنا يمكن شاركت هذا الشيء بالسؤال تبع أوكي. Trust in the Lord with all your heart.
مارك باس. أنا قلت وتعرفون الحق، تعرفون الحق والحق يحرركم. أوكي. اللي هو إنه أنا الحق هو يسوع، لأنه يسوع بيقول أنا هو الطريق والحق والحياة. فأنه أنا أعرف يسوع وأعرفه مثل ما عن جد هو، مش مثل ما أنا بدي أعرفه أو مرسوم براسي، يعني عن جد إنه أعرفه مثل ما هو. تمام. في ناس مجاوبة على ال حطينا السؤال، ما لحقنا نحط هذا السؤال لأنه نحن مش على الهواء. حلو. أبو حطيني قبل بالجمعة. لا إحنا وصلنا على السؤال الثاني. حلو. طيب لكن هلأ خلينا نروح على غير فكرة ونتعرف على غير شخص معنا. Thank you شباب وصبايا. لكن خلصت فقرة كيف بتفكر. لكينا نحن رجعنا على الطاولة، جويس راحت هيك تقعد ترتاح شوي عم تزنخ. أنا وتمار جايين. بلا أنتوا معنا، أنت معنا. ما عليك. حسيتك هيك يلا ركض ركض. أنا ركضت أنا يلا. بدي أقول إنه كانت فكرة حلوة، دايما بتخلي نشوف كل واحد كيف كان عم بفكر. قبل ما نروح ل شو صار مزبوط، واليوم الشخص بدنا نتعرف عليه شو صار، نور رح يخبرنا عنه. اليوم في فقرتنا بشو صار بنسمع كثير عن ناس بتمرض، وبنسمع كثير عن ناس بتنشفى بطريقة يمكن عجائبية والرب بيشفيها، وأكيد هذا الشيء بيصير وبآمن إن ربنا بيعمل هذا الشيء. بس اليوم اختبارنا مختلف كثير، بنحكي وبنقول إنه لما بتعرف الرب في سلام يفوق كل عقل، في سلام غير عادي بيرافقك. اليوم قصتنا أكثر ما بتركز عن المرض كمرض كيف صار، بس بتركز عن السلام. والشخص اللي عم يحكي اختباره، العائلة اللي عم تحكي اختبارها هي اختي وزوج اختي، اختبار اختبرناه نحن كعائلة اكثر، هن اختبروه وبيحكوا لنا اختبارهم وقصتهم وشو صار معهم. فخلينا نشوف مع بعض شو صار مع سامر وريم. لكن اكيد رح يكون ريدي هلا الريبورت، ورح نشوف بتفاصيل لانه اليوم ما رح يكونوا معنا بالاستوديو، رح يكونوا بريبورت، لكن بنشوف بالريبورت شو عم بيصير. بلشت قصتي مع المرض قصه طويله بوجع ظهر، بعدين هيدا الوجع صار هيك، في صار نوع من الوجع ينزل على البطن وعلى الخواصر. بعد جولة طويلة على الحكمة وتصاوير وتحاليل طلع معي كتلتين، كتلة على الرئة وكتلة على الضلع الأيسر. أنا أول شيء لما عرفت أنه هيك صار في معي هالكتلتين فرحت كتير، وحسيت أنه الرب عم بيخصني باختبار كتير قوي وكتير كبير. على قد ما كان سامر فرحان ومبسوط بالرب ومبسوط بهذا الاختبار، أنا كنت أخذت منحة تاني كلياً، كنت حزينة كتير، كنت ضعيفة كتير، وكان الخوف مالي قلبي، وصرت عاتب الرب ولومه وقول له يا رب كيف ممكن أنه نحن أولادك يا رب أنه يدخل المرض بهيدي الطريقة؟ طب ليه؟ وين عدلك؟ سامر عمره 39 سنة، كيف لحتى ينصاب بهيك مرض؟ بعمره يمكن ما دخن ولا حتى قدر يشم ريحة الدخان، كيف لحتى يصير عنده شيء أو كتلة على الرئة؟ حتى قبل ما أعرف النتيجة كنت كتير في حالة خوف. عملنا تحاليل، أخذنا أول خزعة من العظم وكانت كتير كتير صعبة وفي وجع كتير قوي. طلع أول تحليل للخزعة كانسر. أنا شوي زعلت وهيك صرت عاتب الرب. بعدين قال لي الرب روح على سفر أيوب وافتح واقرأ الإصحاح. قريت وكان مكتوب بالسفر شد حقويك كرجل، أتستذنبني لكي تتبرر أنت؟ البس العز والبهاء. وقت عرفت انه الرب عم بيهيئني وعم بيحضرني لشيء لسه اكبر واعمق من هيك. بتذكر لهلا كنا بالتخت، كنت شوف سامر كيف نايم وبسلام وبفرح، وانا كنت في حاله رعب، يعني كنت كل عظامي كانت كلها عم ترجف، وفي حاله سهيت، طبعا ما في نوم ابدا، لكن في حاله سهيت كنت اقوم مرعوبه.
بوقت من الأوقات وبليلة من الليالي قلت له يا رب أنا بدي يكون مثله، وتذكرت يسوع بقلب العاصفة كيف كان هو نايم، ولما طلعت على سامر عن جد حسيت قد ايه يسوع كان هو اللي موجود فيه، ما كان هو الإنسان. طلعت عليه وحسيت إنه يا رب أنا بدي يكون مثله، وتذكرت التلاميذ كيف قد ايه كانوا خايفين والموج حواليهم والدنيا قايمة وقاعدة، لكن يسوع كان نايم بأمان وبسلام. قلت له يا رب أنا بنتك ونحن أولادك، إذا بوقت العاصفة وبقلب الضيق ما حسيت بهيدا السلام الحقيقي يلي أنت بتوعد أولادك فيه، يلي أنت مرقت كل تلاميذك فيه، يلي بولس بقلب السجن كان حاسس بهيدا الأمان وبالسلام، واليوم سامر مريض وأنا أكيد عم نعاني من شيء صعب، إذا ما رح نحس بهيدا الفرح وإذا ما رح نحس بهيدا الأمان، يا رب أنا ما عاد بدي يكون بنتك، ما عاد بدي إياك. بعد ما طلعوا التصاوير والتحاليل إنه خلص كانسر وثبتت القصة، خلص رحنا عند أول حكيم، قال لي خلاص رح تعمل جلسات أشعة لأني فقرات ظهرك كتير متأثرين، الكتلة العريقة ضاربة العمود الفقري وضاربة الفقرات بالظهر. أخذنا موعد وعلى أساسها أنه بدنا ننزل نعمل أول جلسة أشعة للفقرات، وتاني نهار مباشرة رح ناخذ أول جرعة كيماوي. بهالوقت بالليل دخل الرب بطريقة كتير قوية عن طريق يعني أقربائي وقرايبيني، انه شاروا عليه انه اعمل استشاره ثانيه، يعني ما بتكفي استشاره واحده عند حكيم، اعمل استشاره ثانيه. وكان الامر ورحنا نعمل استشاره ثانيه، فقام قال لي الحكيم اوكي ما في مشكله، انه امورك كانسر ووجع على ظهرك، امورك كلها يعني تعبانه وفقرات ظهرك كثير كثير سيئه، بس اعمل هالتحليل. هلا هو لما قال لي اعمل هالتحليل انا بصراحه ما بعرف ليش، يعني ما عندي فكره انه شو السبب التحليل هيدا الثالث. قلت له اوكي خلاص ماشي الحال، رح نعمل هيدا التحليل اللي بنعمله بعدين بنحكي. ف ريم وسامر كانوا عايشين هون بلبنان لوقت معين، يمكن الناس شوي بتعرف او اللي ما بيعرف كانوا عايشين بلبنان، وسامر يعني بصحته بنلعب طابه وكذا وهيك ومع بعض، ومرة من المرات صار يشكي كثير من وجع ظهر ومن وجع بالصدر كثير كثير صار مؤلم. حتى بذكر مرة راح على سوريا ليعمل تحاليل، ودائما لما بيروح عند الدكاترة بيقولوا له ما فيك شيء كله بخير، وجع ظهر عادي، اعمل تمارين، اعمل اي شيء. وهن هون بلبنان كانوا مثل اي حدا سوري هلا بلبنان بصراع الفيزا، بدي ضل شو بدي اعمل، نحن عيلة شو بدنا نساوي، كيف بدنا نشتغل كل هذه الاشياء. فجأة بالكريسماس رجعوا ريم وسامر على سوريا وقرروا انه يبقوا بسوريا. وبهداك الوقت انا بدي احكي عن حالي، انا ما كنت عم بفهم انه طيب شو اللي عم يصير يا رب، جبتهم من سوريا ضلوا تقريبا 8 اشهر بلبنان، انفتحت ابواب وسكرت كثير ابواب، ما عم بفهم ليش، وطيب ليش هلا رجعوا، ليش هلا سكر الباب. حتى وقتها بذكر سكرت الحدود بالمره، يعني ما بقى يمرق حدا، حتى الحيوانات بطلوا يمرقوا من الحدود، كله سكر فرد مره تسكيره. فصرت قلت انه يا رب شو يعني ما بعرف شو كيف شو بدك. وفعلا انه كنت عم صلي وعم اقول يا رب يمكن انت شايف شيء نحن ما شايفينه. وبعد تقريبا بشهر بعرف انه سامر تقريبا وصل لمرحله بطل يقدر يمشي، وجع الظهر صار كثير قوي، بطل يقدر يتحرك، كانت كثير حركته عم تكون ثقيله، بس كثير الوجع مؤلم بشكل غير عادي. وراح على الشام، وهيدا هيدي الاشياء وقت كان بالشام وعم يعمل التحاليل وعم ياخذوا الخزع. وهون بعرف قديش الموضوع صعب على اختي، وبعرف قديش الموضوع صعب على سامر وصعب على العيله كلها، كان لانه صدمه وفجاه. وشيء الحلو والشيء الصعب، مش الحلو ابدا، بقلب الاختبار يعمل التحليل يقولوا له ما في نسبه انه يطلع كانسر. فكان كل الوقت في وجع في الم بس ما عم يعرفوا ليش، ودكاتره كثير عم يقولوا انه لا ما بيطلع كانسر. وفجاه باخر تحليل طلع انه لا كانسر، وهيدا الكانسر ما بيتعالج، ما بينعمل له عملية حصرا، لازم يتعالج. وطبعا في جزء تاني هلا رح نسمعه. وليش حكيت اول المقدمة، قلت انه ايام نشوف ربنا بيتدخل بتفاصيله بطريقة كبيرة وبيشفي، هو قادر يشفي، بس انا بحب اختبار سامر ربنا تدخل بالتفاصيل الصغيرة. ربنا حكي عن طريق عيلته لما قالوا له روح استشار دكتور تاني، يمكن هيدا اللي رح نشوفه هلا بالريبورت تاني اذا بتحبوا نشوفه ونرجع نحكي. بلشت قصتي مع المرض وجع ظهر، صرت عاتب الرب ولومه وقول له يا رب كيف، طب ليه، وين عدلك. اول تحليل للخزعه كانسر، زعلت، صرت عاتب الرب، اذا ما رح نحس بهيدا الامان يا رب انا ما عاد بدي اكون بنتك، ما عاد بدي اياك. رحنا عند اول حكيم،
قال لي خلاص رح تعمل جلسات أشعة لأني فقرات ظهرك كتير متأثرين. وسط هالقصص وهالأمور هيدا الصعبة اللي كنت عمر فيها، شيء طبيعي أول شيء الإنسان لما بيواجه هيك مرض أنه يفكر بعائلته، يفكر ببناته، بس بأمانة يعني أنه أنا ما كنت أبداً 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 ما كنت عم فكر إلا أنه أشهد للرب وخبر الناس هالسلام اللي وضعه الرب بقلبي لحتى أشهد عنه، وهو ربنا بنفس الوقت رح يحمي عائلتي ورح يزرع السلام بقلبهم. لما طلبت الرب وقلت له يا رب أنا بدي حس بهيدا السلام، وقلت له يا رب أنا بجي لعند إجريك وبقول لك يا رب أنا بدي إياك هلأ بقلب العاصفة، وقبل حتى ما أعرف أي نتيجة، قبل ما أعرف إذا كان كانسر أو لا، في حال كان كانسر أو لا، أنا بدي إياك هلأ شوف قوة إلهية اللي كل عمري من أنا وصغيرة برنم له وبسبح له وبقول له أفرحنا بيك طول الطريق بالضيق وبالألم وبالحزن، أنا هلأ بدي أختبر هيدا الشيء. وفعلاً حسيت الرب يوم عن يوم عن طريق سامر وعن طريق قوة إيمان سامر وعن طريق تثبيت عيوني عليه وعلى وعوده، عم بيشيل الحجار حجرة ورا الثانية من على قلبي، وعن جد بلش السلام يدخل بقوة لهذا البيت، وما أخذ حتى وقت طويل، يعني كانوا فترة قليلة تقريباً 10 ولا 15 يوم، وكان الرب عن جد عم يملاني بسلام بطريقة غريبة أنا ولا ممكن كنت أتخيل في يوم من الأيام أنه ريم تمر بهيدا الظرف وتكون هالقد حاسة بسلام. قاعدين بالمشفى أنا وريم، كنا عم نرنم وعم نصلي، عم قلها لريم بصراحة أنه عندي إحساس من جوا طبعاً أنه ربنا رح يبعد عني الكيماوي. قلت له سامر أنه ما رح نصعب يعني القصة يعني كتير على حالنا، نحن بدنا نصلي، بدنا نقول أنه الرب رح يتدخل حتى بجرع الكيماوي، ممكن الرب أنه ما يخليك يمكن تحس بتأثيرات جانبية، ممكن نصلي أنه الرب ما يحسسك بتعب أنت وعم تاخدهم، لكن رح نتعامل مع الرب، رح نتجاوب مع الطرق ومع العلاج لحتى الرب يوصلك للشفاء الكامل. بس عن جد أنا جواتي كنت حسيت أنه شو هيدا الإيمان يا رب، شو هيدا الإيمان، يعني صرت قله بقلبي يا رب سامر بيستحق هيدي المعجزة على قد الإيمان الكبير يلي كان بقلبه. طريق مسدود والدكاترة كلهم عم يوصفوا له قديش عيار جرعة الكيماوي، هو بيقول لي أنا حاسس إنه الرب حيبعد عني الكيماوي. كان عندي هالشعور القوي الكتير اللي من الرب أخده إنه ربنا رح يبعد عني الكيماوي. تحليل ليطلع شي 3-4 أيام، قاعدين أنا وريم بالمشفى كنا عم نرنم وعم نصلي، وتحديدا الترنيمة بسكرة ما رح تروح من بالي أبدا، إلهنا أمين إلهنا رحيم حافظ عهده سنين وسنين. وكان في قوة عجيبة بوقتها، يعني كان في كتير كتير صلاة من القلب عم تطلع. بيجينا تليفون من الدكتور بيقول لي مبروك أنت طلعت نتيجة التحليل قبل وقتها، والرب استجاب لصلاتك، وأنت من الأشخاص اللي 10% اللي بتطلع نتيجتهم هيك واللي علاجهم رح يكون بالحب. كان تليفون عن جد مباشر من الرب لقلنا أنه أنا سمعت صلاتكم، تليفون بغير موعده بغير وقته، وقلنا أنه مبروك أنه سامر طلعت نتيجته إيجابية، فيه ياخد حبوب ويبعد عن الكيماوي، والحبوب ما لها أي تأثير جانبي لحتى يتكمل شفاؤه. أنا هون عن جد صدقت وأمنت وأعلنت، كل يوم كان عم يمرق علينا كنا عم نصدق وعم نعيش اختبار جديد أنه إلهنا قادر. وكانوا يقولوا لي كمان أشخاص كثيرين أنه شخصيتك وقوتك وإرادتك هي اللي طلعتك. أنا بصراحة اللي طلعني أول شغلة هو إيماني بالرب وثقتي أنه هالإله قادر يطلعني من هالأزمة ويطلعني، وهو سمح بهالاختبار، هو قادر يطلعني من هالاختبار اللي مرقت فيه. فلا شخصيتي ولا إرادتي ولا أي شيء، هو أنا بس شغلة واحدة اللي خلتني أقدر أطلع وخبر هلأ وكون واقف قدام هالناس وأحكي اختباري، هو ثقتي بالرب. وأنا بقيان وبكل دقيقة كنت صلي أنه يا رب خليني عند رجليك، أنا ما بدي شيء، أنا ولا شيء ولا شيء أبدا، يعني أنا بس مجرد أنا بقيان عند رجليك بكفيني، وقادر أخذ ثقتي وأخذ قوتي وعزيمتي من شخصك بس. نحن اليوم فرحانين كثير بالرب وواثقين بشفائه الكامل، لأنه منا خايفين من شيء، واثقين بإيديه يلي هي على طول بتحملنا. نحن اليوم محمولين، عم نحس إنه الرب هو اللي حاملنا، منا قادرين نمشي، ما عنا قوة نمشي فيه على أجرينا، لكن إلهنا هو يلي حاملنا، عم نحس بإيديه كيف هو غامرنا وهو عم يشيلنا على مرتفعاتنا، وكل مرة بنقول له يا رب شكراً.
أنا بعد لسه ما انشفيت وأنا عم بعلن إيماني بإيمان وبثقة أني أنا مشفي ورح كون مشفي لأني واثق بإلهي، لأني أنا إن كنت هون على الأرض أنا ممسوك من يسوع، أو انتقلت على السماء أنا كمان ممسوك بيسوع. فهيدا هو اختبار سامر واختبار ريم، اختبار بالحقيقة ما بعرف شو بدي أقول. يمكن أنا دائما بقول وبقول إنه يا رب بدي سبحك بالوقت الصعب، وبالحقيقة أكتر الشيء يعني يمكن لما الوضع شوي قرب على عائلتي كنت أنا محتاج مين يشجعني، ما كنت عارف بشو بدي شجعه. والحلو دائما إنه لما كنا نتصل بسامر لحتى أحكي معه أو جرب شجعه كان هو يشجعني أكتر ما أني أنا شجعه. فاختبار بالحقيقة بكل التفاصيل الصغيرة، مش بس إنه هو 1% هو لليوم منشفة، لليوم إذا منفكر إيه في كانسر بالعمود الفقري وفي كتلة بالرئة، وهيدي الكتلة ما بتنشال رح تبقى معه كل العمر. بس ما إذا ما صار شيء ما بتأذي له شيء، بيحكي عادي وكل شيء. بيحكي عادي بس ما بتنشال، يعني أنت عايش مع شيء ما بينشال بعمل جراحي بشيء بمحل كتير دقيق وما بينشال بعمل جراحي. عم تتجاوب في تجاوب كتير كويس وقوي، بنفس الوقت في كتير ضيقات بالحياة، ما هن بسوريا بوقت حرب بوقت منه سهل، صح. بس مع هيك متمسكين بالرب، وما بعرف نحكي بعدين ضل نشرح، ضل أنا أحكي كل الوقت. بالعكس مش معقول شو هالشهادة الرائعة عن جد، قديش بتخجلنا، لأنه كتير أوقات كل واحد منا بيسأل يا رب ليش، بيسأل يا رب شو إرادتك من هالموضوع، يا رب ليش سمحت بهيدا الوقت، يا رب ليش بهيدا الطريقة، يا رب ليش هيدا الشخص. بعرف شغلة كتير قلت ريم إنه بعده عمره صغير، يعني كتير كنت كتير فكرت صراحة، يعني وقت الواحد يشارك باختبار دايما بتذكر هو اختباره كمان. أنا كتير فيني وافق الرأي مع ريم ومع سامر بقصة السلام، يلي أنت الواحد ما بيفهم عن جد من وين عم يجي هالسلام، يعني بخضم المعركة بخضم الوجع والألم، إن كان عاطفي أو إن كان جسدي، عن جد قديش حلو الواحد يختبر هيدا السلام، صح. إنه يا رب أنا هلأ متضايقة مش عارفة شو بده يصير، بس في سلام جوا. عن جد قد ما الواحد يشرح هذا الموضوع ما مش فيني مثل الواحد وقت يختبره، صح. يعني انا كثير فيني افهم وقت تقول ريم وقت تقول سامر انه السلام ما فيك تختبره، يعني سوري مش ما فيك تختبره، اكيد فيك تختبره بس ما فيك توصفه. بقديش حلو وقديش حلو انه كمان قديش واقعيه كانت ريم، انه ايه يا رب، انه هيك تذكر داود، انه داود تعرف عنده طلوع ونزول، واكثر واحد كان تحسه شفاف امام الرب. قديش حلو انه كانت عم بتقول وعم بتسال يا رب ليش، بس حلو قديش الرب دائما بيخدنا على قد عقد تفكيرنا، قد ما يكون تفكيرنا بركي ما عم نفكر على المدى البعيد، بس الرب هو صالح والرب هو امين، وعن جد كثير تشجعت من هالاختبار الرائع. انا يعني موضوع المرض صار مع شخصين او ثلاثه، بس رح اذكر اثنين تا احترم الثالث كمان من الجروب تبعنا، بس انا رح اذكر هلا اثنين. هو السيسي اللي اليوم معاد هون هو فوق، وام خيي بقول له لشخص هوشبيني خيي، ما في لكم القصة صعبة لإلي، وما بدي أعمل حالي ولا القوي ولا إنه بقدر أقول كلمة دائما، بس أطلع فيكم مرات يعني مرقت بشيء بستحي خبره قدام هيك اختبار، إنه بس مرقت ورح أقوله، بس تقول كل واحد بيمشي بالحياة عقد اختباراته مرات. مرات بتطلع بقول له شغلة وحدة وهيدي بشددها للكل، بقول له لو ما آمنت فيك ولا مستك ودقت طعمتك الطيبة، بس مرات مش طعمتك المش طيبة، عدونا اللي هو الشيطان والبولوشن على الأرض. إذا بدنا نفكر مرات بالأمور الكانسر وهيك بيصيروا الناس يشارعوا، وين الله ما حرقتوا الأرض، وين الله ما زبالة عم نتنشقها، وين الله عم ينزت قنابل بسوريا مش عادية، هشت بقى تقولوا وين الله. في شغلة وحدة بقول له إياها، بقول له لأنه بقولكن إنه عم صلي له لإيمان حبة الخردل صراحة، بعدني أنا صار لي 6 أشهر بصلي،
بآمن فيه كتير، وقف حد بكتير أمور، بس مرات في أمور بتطلع فيها مثل موضوع المرض خزقني، كسرني، تعبني، رجعني ألف خطوة لورا. وقت القسيس مات بالنسبة لإلي هو عايش هلأ، كمل الحياة الرائعة لأن بآمن بيسوع، بس بالنسبة لإلي عم بحكي على الأرض، ما بدي أقعد أحكي هيدا، كسرني. بشكر الرب قدي رجعت كسرت حالي وركعت عركاب الرب، أنا وعم صلي بحياتي تأرجع عندي قوة، لأنه عن جد صرت حس حالي قاعد بزاوية. بآمن بالرب بقوة بس مش أكتر. ليه بآمن فيه؟ لأنه لمسته بحياتي. اليوم وقت بدي أحكي مع الشبيب بقول لهم ما تأمنوا بحماس، لأنه بيجي نهار الموج وبيخبط لكم بيتكم اللي من رمل وبيروح إيمانكم. بدكم تأمنوا وتقولوا لي يا يسوع عندي هالشغلة بدي ألمسها، أنك بدك تحررني منها. وقتها منتحرر من أمور مستعصية بالحياة، أنا عم بحكي لأن جيت من الخطايا، من القيود ومن سناسل الجنازير اللي الشيطان كان مربطنا فيهم، وبعرف ودائماً بقول في أمور ما بنقدر نحكيها على الهوى، مكبلتنا ما قدرنا نشفي بحياتنا. وقتها بيجي واحد، يعني رح أعطي بس الإكزامبل تاين فهم، إذا كنت كل حياتي شك حالي إبرة كل حياتي، ما بتوقف الإبرة، رحت عند أطباء نفسية ما زبطت، رحت عند حكمة بإيدو ما زبطت. وقتها منوصل إنه وقتها ذكرت اسم يسوع وأخذت وقت، بس وقتها ذكرت اسم يسوع وركعت عجري يمكن أخذت سنين، وقلت له شفيني من كتير، بس أعتبره الإبرة تنفهم، والإبرة ما عدت موجودة لإلي. وقتها بمرق باختبار صعب ببيتي، أو مثل ما هلأ عم بسمع ريم عم بيقوله، أو الأسيس ما تعرفوا شو بتطلع فيه بقول له زعلان منك، بس ما في اتركك ولا ثانية، عرفتك موجود. هيدا المشكلة الكبيرة اللي بتمرق بالإيمان، رح نزعل منه ونشارعه وناطر بالسماء قل له طب ليه هيك صار هون، لأنه ما علي، أنا 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 شخص إنسان، أنا مني إله، أنا ما بقدر. لو بيقولوا الرب غير طرق وهيك، ولو بيقولوا هيك في قصة بحبها أنه في بنت ماتت رجعت لأنه كانت رح تكون بروستيتوت أو شيء، أنه مرات منحللها كإنسان، ما بدي أقعد حلل. زعلان منك مرات على أمور، وزعلان لأنه تخزقنا وخفنا وصرنا حسين أنه الشيطان في يعمل اللي بده إياه فينا، بس بذات الوقت أنا ما رح أترك إيدك بحياتي، لأنه أنا لمستك وأنا حررتني. أنت بقى أنت موجود، بس ليه هيك صار ما بعرف، بكرة بس ما بعرف. بقى بقول لك أنه موضوع المرض هو تحدي لإلي بحياتي، منه هين ولا بترق مواعز عليه. بعمل شغلة وحدة، لو هوليك اللي أنا صليت لهم واحد منهم مات دغري، الثاني صليت له داين 5 سنين، أنا هيدا إيماني. بس لإلي طول ما حدا مريض أنا بدي أعلن دم يسوع، اسم يسوع، أنتل تنفسه يوقف. حتى هيك هيدا هي أخذتها. ما بعرف أنا من مرض سامر، ما بعرف دمار إذا عندك شيء، بس بالقصة تبعيت مرض سامر عن جد لمست أشياء أنا لحياتي، أنا علمتني كثير. واحد هو كيف الرب بيستخدم الألم، مش هو بيسمح بالألم، وهذا شيء حكينا فيه من شيء أسبوعين تقريبا، كيف الرب بيستخدم الألم. الألم بحياتنا موجود، وأنت قلت الأرض خربت خلاص، ما بقى نسأل الرب ليش بيصير أمراض وليش الناس بتمرض بكانسر وليش الأرض ما في شيء عم ناكله صحي، بظن كله خربان. فبس الألم اللي عم يصير، الألم أنا بعرف أختي كيف بتفكر، بعرف أختي قديش بتخاف، بعرف أختي قديش بتعتل هم. وكنت تفكري محل معين، طيب يا رب ريم صار لها مؤمنة معك قديش، صار لها عمر، امتى رح تتغير وتبطل تخاف، امتى رح تبطل هذا القلق وهذا الكذا. اليوم لما بشوف ريم كيف تتعامل، هل ريم بتبطل تخاف هلا بالمية بالمية خلص صارت؟ لا طبعا، اكيد نحن بحرب وفي عنده بيضل الخوف هذا القلب الام، بس بنفس الوقت لما بشوف الرب كيف اشتغل بحياته لريم، كيف اشتغل بحياته لسامر. سامر اللي كان يقول انه انا كنت بحلم، قال بالريبورت بس ما قدرنا نطلع كل شيء حكاه لانه طويل، قال انه انا كنت بحلم بيوم من الايام اشهد لشخص واحد عن يسوع. كنت بحلم له يا رب انا ما بدي شيء، بدي اقول لواحد بس عن يسوع. اليوم سامر هلا بشهادته عم يشهد لكثير ناس. والشيء الثاني اللي اختبرته واللي كثير لمسنا بالحقيقه ونحن كعائله كثير شجعنا وعمل فرق بعائلتنا وبعائله سامر، هي الكنيسه اللي قعدوا فيها هون بلبنان. وهذا الوقت اللي كنت دائما اسال يا رب، جبتهم على لبنان قعدوا 8 شهور، بعدين خليتهم يروحوا ليش؟ شو كنت خليه بسوريا اوفر يعني. بس الكنيسه قديش شجعتنا، والكنيسه قديش وقفت حد سامر، قديش في ناس من الكنيسه عن جد، اذا بدي اذكر اسماء، حتى هو ذكر بس كمان شلتهم من الريبورت لانه كان الوقت كثير طويل.
فعن جد الكنيسة قديش وقفت حد عائلة سامر وحدنا وقديش شجعه وقديش كان في صلب الكنيسة. أنا بؤمن بمحل معين الكنيسة كمان لما بتوقف بالصغر، لما بتكون عم تصلي وبيكون في ناس عن جد من كل قلبهم ليل نهار ليل نهار عم يصلوا للشخص ويشجعوه، بيعملوا فرق بحياة الشخص، بيعملوا فرق بحياة بيعملوا فرق ككنيسة قدام عيلته، بيشهدوا بتواخذوا الكنيسة محلها الصح. كتير أيام بنستسلم لهيدي الفكرة أنه خلاص ربنا إذا بده يشفي بيشفي، إيه بس إحنا بدنا نصلي. بس أكبر غلط. أنا ما راح أقول شيء زيادة عن اللي قلته، بس كان بدي أقول أول شيء كان بدي أوجه تحية لريم، وبدي أقول إنه بعد كل السنين اللي ريم صلت لي فيهم، ريم واحدة من الأشخاص اللي كانت تسبب إني أنا رجعت لعند الرب. يعني أنا مثلك بمحل وقفت قلت له يا رب باي وفليت، بس ريم كانت واحدة من الأشخاص اللي على مدى سنين كل الأشخاص اللي كانوا حوالي يأسوا ورجعوا، بينما ريم كانت دائما تتابعني. فكثير يعني هلا هيدي الفترة بالنسبة لي عم اختبر فيها شيء، يعني أنا صلي لريم مقابل كل السنين اللي ريم كانت عم تصلي فيهم لإلي. ومثل ما قال نور إنه عم بختبر إن كان مع الكنيسة وإن كان بعلاقتي معه قديش عمل الرب عظيم بحياتهم، وقديش عم بيصنع معجزات، وقديش عم شوف لما رحت على البيت قعدت عندهم 10 أيام، شفت الضحك، شفت التنكيت، شفت اللعب، شفت الجو الفرح الموجود السائد كان. بنفس الوقت شفت ريم اللي كانت قبل إلا عم يجعني راسي، تقول لي هي دخيلك روحي على الدكتور ولا شو، صارت لي ايه كلها وجع راس. فعن جد كثير مبسوطه انا شايفه عمل الرب وناطره اشوف الرب اللي راح يكمل بشفاء سامر. يمكن اختباري مش لليوم رح ابقى خبره، بس وقتها كنت يعني كل واحد عنده بس الرب بحبه بده مخص، اكيد مش الرب يبعث المرض، بس اذا مرقنا بشي من شر الارض اوكي الرب بده يقوينا ويقلنا انه الامتحان او هيدا ينشئ صبرا اوكي وبينشئ ايمان قوي بعدين. مش كمان الايه اللي بنحبها كثير، كل الاشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله. اوكي في اشياء والمرض هو واحده من هذه الاشياء اللي ممكن تجي، بس انا كيف بدي اتعامل معه؟ بدي يقاس اذا انا مؤمن بالرب وعارف قال سامر باخر الكليب شيء انه انا اذا بقيت هون ممسوك فيه واذا رحت لهونيك ممسوك فيه. لا مية خلص مية. فانا عارف وين رايح، فاذا بدي طلع على الامور وتعامل معها بناء، واكيد منه شيء سهل، منه شيء سهل، مش عم اقول نحن بشر وبنحزن وبنبكي وبنقعد وبنعاتب ربنا لو زعلان، بس بالنهايه كمان بدنا نصدق بالوعود اللي موجوده انه كل شيء يا رب بده يعمل الخير. وانا هيدا برايي التوجه اللي كان فرق بحياه سامر وبعائله سامر، انه هو عن جد قبل الموضوع ومشي وكان عم يجرب انه يا رب اذا كان بدك تسمح اني انتقل ولا لا، انا بدي اشهد عنك وبدي اختبرك، بدي اختبر الخير اللي انت بتقوله. واختبر وخلانا كلنا نختبره. رح نروح على ترنيمه كثير بتجسد هيدا الشيء، يسوع حبك شافي الوحيد. يسوع أنت إلهي حبك شافي الوحيد، أنت حبيب نفسي أبدا، يسوع أنت من أريد أسجد أمامك إلهي، أعترف بك ملكي، ها هي حياتي في يديك، افعل
امين. هيدي من احلى الترانيم لإلي بحياتي، ما بشبع منها. هو ويمكن بس البيانو رح يرجع هيك يكون معنا بالميوزك. رح نقرا عده صلوات اجتنا او مسجات من اشخاص. بدي اقول انه هول المسجات اجوا قبل، بس عرفوا انه كنا امينين بالصلاه لكم، كثير بنحب نعرف شو عم بيصير معكم. رح نبلش نقرا ونشوف. يمكن بس هيدا الشخص ما بده اسمه ينعرف. اول رساله بتقول الحمد لله بالسلامه منورين الشاشه. ما بعرف على شو بدي اعلق، بس كل الموضوعات اللي عم تحكوا فيها اليوم رائعه وكنا باحتياج لها. ربي يستخدمكم اكثر واكثر. انا محتاجه لصلاتكم لانه عم نمر بظروف كثير صعبه. صديقتنا سوسن بحاجه لصلاه لانه عم بمرق بظروف كثير صعبه. عم تحكي عن العيله. انا دنيا، سلام المسيح معكم. كيفكم يا اخواتي؟ اتمنى تصلوا لي من اجلي، ابليس جاي يشوش افكاري. ارجوكم اذكروني بصلاتكم حتى اتخلص من محاربات ابليس بفكري. دنيا، محاربات ابليس بفكرها. صديقتنا مارينا بدنا تصلي لها من اجل الجامعه. في عنا رساله من حدا اسمه لوسين، وسلام المسيح معكم. لوسين، انا بطلب صلاه من اجل اختي والاولاد وزوج اختي مخطوفين عن داعش في مدينه الحسكه، صار لهم اكثر من 6 اشهر. اطلب من الرب يحنن قلب داعش ويفك اسرهم. طلبت صلاه حلوه. في صديقه ما بعرف اذا اسمها، بتقول اسمها دودي، بتتمنى انه نصلي لها حتى تبقى قويه بالايمان، وفي عندها موضوع خاص بس ما قدرت تذكره. دودي. اوكي. في صديقه كانت تقوى بالايمان. وفي موضوع خاص بس مش مذكور. في صديقه ما رح اذكر اسمها، يمكن قبل ما ذكرنا اسمها، كانت طلبت صلاه من اجل عمليه، فعم تقلنا الابديت شو صار بالاخير. بتقول بالحقيقه انا خبرتكم عن العمليه، كلفتني 2000 دينار والمصاري استلفتهم من اهلي ومن بعض الناس حتى كمل معي المبلغ. بس المصيبه اني عرفت نتيجه العمليه يوم الخميس الماضي الساعه 12:00 لـ5 قبل نص الليل، وهي خايفه كثير. صارت مديونه ب 1000 دينار ولسه منا، وجوزها بعده مش عارف انه العمليه فشلت. هو لهلا مفكر انه كل شيء تمام وما بيخليها تعمل اي شيء بالبيت. هي العمليه نسائيه بس مش مذكور تفاصيل، ما انا عارفه شو تعمل. بتقول انه العمليه فرطت والمصاري صارت، مصاري راحت. الله يخليكم، مش عارفه شو بدي اعمل. طول الليل بضل صاحيه، ما بعرف نام، تفكير وتوتر. نفس الشخص. بعد عنا في صديق فيليب كمان بيطلب نصلي له لانه حاسس حاله تعبان كثير وحاسس بضعف كثير كبير، وطالب انه نصلي لحتى رجاؤه بالرب ما يخيب وسط هالظروف اللي عم بيعاني منها. مين فيليب؟ فيليب تعبان كثير روحيا، تعبان، عم بحس بضعف كثير كبير، طالب انه يقوى رجاؤه بالرب لحتى ما يخيب وسط هالظروف الصعبه. انا بطلب منكم صلاه من اجلي، انا الفتره دي عايشه بمشاعري ومش قريبه من الرب. انا بحب شخصه لكن ربنا مش عايز الموضوع ده، لكن انا بضعف جدا وحابه اكمل مع ربنا. انا ما كثير فهمت، يمكن هي عايشه بمشاعرها وعارفه انه الرب ما بيحب هيدا الشيء، يعني بدها عم تروح على ملذات العالم. كيف عم تشعر عم تعمل؟ تمام. أكيد هي أكيد. وهي عارفه انه الرب ما بيحب هيدا الشيء وهيدا ضعف، حابه انه نصلي لها حتى تبطل هيك. ما متذكرين الاسم؟ بلا. كريستين. كريستين، اوكي. كريستين يمكن. يمكن في صديق مش كاتب اصلا اسمه، الاسم اتي اليك. طالب صلاه لانه عنده مرض اكتئاب وعنده خوف المرضي، اللي هو شخص بيبقى خايف كثير، طالب صلاه من اجله. في صديقتنا ماريا كمان، ماريا ما بعرف شو اسمها، كمان طالبه نصلي لانه عم تواجه اضطهاد كبير. آه
يمكن هدول هن. بدي أقول إنه كثير بهمنا إنه أسبوع الجاي كل شخص عم يحضر الحلقة هيدا الأسبوع، أسبوع الجاي هول الأسامي رح يطلعوا معنا مثل دايماً على الهواء. من أقوى الأمور اللي هي بتحرك كل شيء على الأرض ونحن عم ننسى هي الصلاة. كل شيء يعني تتحرك الملائكة وإله الكون بحب يسمع لنا تشفعاتنا هي الصلاة. إذا أنت مش عارف شو بدك تخدم، أهم خدمة، أهم خدمة على الأرض أنا عم بختبرها بمخدعي مع الرب هي إنك تتشفع لغيرك، تطلب لغيرك قبل ما تطلع وتعطي وتكبر خدمات وتشوف ناس قدامك. ما هني هول ناس عبر العالم. بليز بشجعكم من قلبي لأنه نحن عم ناخد خطوات بهيدي أو البعض منا، إنه أنت تاخد أسامي. إذا هلأ سمعت خد اسم واحد على القليلة وصلي له كل أسبوع، رح تهز الدنيا باسم يسوع وتغير شيء بحياته. نحن رح نصلي بس نحن مصلين له الأشخاص، ورح تنتشجع كلنا سوا، رح نرجع نذكر كل هول الأشخاص وهيك أنتوا ذكروا أسامي معينة بالليل وأنتوا بمخدعكم. يا رب بشكرك على هالحلقة، بشكرك على انتصارك، بشكرك على قوتك. نحن منحبك يا رب لآخر نهار بحياتنا. يمكن حتى يا رب ما بدي أقول بحبك للموت لأنه بخاف مرات، بس أنت قلت لي لا تخف. بدي قوتك تما خاف، بدي قوتك تا إذا الشيطان جرب يفوت شيء على حياتي أقدر كون يا رب متمسك فيك وبتوبك وقول شو ما صار أنت حبيب قلبي، أنت مخلصي، أنت خلصتني، أنت مت عني على الصليب، أنت طهرت خطاياي بدمك وطهرت كل واحد إيمان فيك، أنت الطريق والحق والحياة. سمعنا عن ناس ماتوا، إذا إيماننا فيك ولمسناك بالحياة نعرف أنه هن اليوم عندك فوق لأن هن إيمنوا باسم يسوع. يا رب سوسن أنت بتعرف كل احتياجاتها، دنيا بتعرف كل محاربات إبليس لها. يا رب مش بس دنيا، نحن على الطاولة كل يوم منصلي لمحاربات إبليس، منعلن دم يسوع واسم يسوع يا رب، ومنعرف كيف بتخلينا ننتصر نحن ولقطين وما رح نتركك يا رب، لأنه أصلاً ما قلنا غيرك، قوتنا فيك. مارينا بتطلب نجاح، أنت يا رب نجحها. لوسين يا رب منا ومنا منصلي لأختها والعائلة اللي داعش لقطينا يا رب. نحن منعرف أنه شاول كان يعذب المسيحية ويشرحتهم. بتذكر يا رب في جملة بتقول كان يمسك النساء بشعرهم ويشرحتهم، بس شاول أنت حولته لبولس، حولته للقلب التقي، أنت حبيته، أنت غيرت له عقله باسمك العظيم يسوع. ومن نحن الخمسة على الطاولة إذا نحن أمينين نصرخ لإلك باسم يسوع أنك إيه يا رب ترقق قلب داعش وتخلي هالعائلة تتحرر وهالعائلة تجي ونسمع أخبار رائعة. هيدي شهادة بتكون كتير قوية يا رب. دودي تعطيها أنت إيمان وتقوي لها إيمانها يا رب. شخص هو يا رب هيدي الست اللي طلبت أنه عمليتها تنجح، أنت يا رب ترجع المصاري وتنجح العملية، أنت قادر يا رب. يا رب فيليب قال تعبان روحياً ونحن نصرخ كأخوة معه باسمك العظيم تشيل كل مهدوم أنت تبنيه يا رب. كريستين يا رب ضعيفة وعم بتحس بالخطية أو بجسدها هو عم بيغلب الروح باسم يسوع. مرقنا يا رب ومنعرف قدي مرات حسينا أنه جسدنا عم يغلب روحنا.